Okay, guys, at the beginning, let's answer these questions عشان حسيت إن في الهومورك في لخبطة كتير ولبس كتير في الموضوع، فهنحله. وطبعا اللي حل الهومورك يقدر يراجع معايا، لأن في كمان حاجات أنا ما شفتهاش. اللي حل في الكتاب المسافة صغيرة، فمعرفتش أعمل حاجة أو معرفتش أشوف حاجة من الخط ولا من المسافة، الحمد لله. عندنا she traveled to Alexandria 2 weeks ago. يلا آية. When did she travel to Alexandria 2 weeks ago? لا 2 weeks ago دي الإجابة. أيوة ما حطها في بقول السؤال. like لا قصدي يعني مثلا أوكي. نعمل like لا لا conversation أو تمام. حاجة زي كده. لا لا تمام أوكي. يبقى السؤال اللي هو عايز يعمله when Did she travel to Alexandria? Okay, Batu, number two. He has been in Paris since 2004. How? How long has he been in Paris? How long Has he has he been in Paris? تمام She read a very interesting story. يلا يا آدم، عايز احط نص. She read a very interesting story. أحط نص. يا She hasn't read a very interesting story. ليه جبت من عندك هذا؟ هنا لو نفي ما بزودش حاجة من عندي إلا إذا كانت past simple. hasn't و haven't لما تبقى موجودة already في الجملة، ده في تكوين الجملة الباست ال present perfect. لكن هنا دي in the past she read a very interesting story، دي past simple، علشان لو هي present أساسا هتبقى she read، لكن دي past. هنفيها ازاي بقى؟ She didn't read a very interesting story. يا سيف نمبر 4. تايم نمبر 4. نعم يا مس، نمبر 4. ثواني يا مس، طيب لو سمحت الصوت بس. ايوه يا مس، I have already painted my house. Rewrite. Not. I haven't. I haven't already painted. Painted يا مس؟ يعني مش مشكلة في painted، انت سايب already ليه؟ أنا قلت يا مس I haven't already. انت سايبها ليه؟ لا لا، يبقى I haven't painted my house. تمام. ممكن احط يات في الاخر كمان. يلا آية 5. Did you go to England before? Have you been to England? Have you ever been
have Have you ever? yes have you ever been to England? معرفش بقى ليه الناس عملتها بجن وفيزيت وحاجات عجيبة كده في الهوم ورك. بتول Okay, did you try? ما حطيت. نمبر Okay, 6. I didn't go to the club yesterday. Okay. بتقول حلتيها ايه؟ مين حضرتك سامعني؟ معلش المايك ده فين؟ قولي يا بتقول حلتيها ايه؟ اوكي I wasn't Yes, excellent. I wasn't at the club yesterday. okay. آدم 7. سهل يس نمبر 7. حضرتك سامعني؟ اه اتفضل. I have known I have met Ali 4 years ago. هو لو عايز يبدل نون بمت بقى ايه الفكرة؟ مت هنا past simple، عايز يقلبها past simple. وازاي احط اصلا اجو مع ال present continuous؟ يعني انتوا عملتوا ده ازاي؟ انتوا اخترعتوا زمن جديد علماء يعني جد طبعا. genius. ركز في ان احنا عايزين نعملها بس simple. I met Ali ايوه for 4 years. يا عمل لي جزء تاني present perfect. ما كنت ماشي كويس. four ما تجيش مع ال past simple سيلف ولا سنس. عايزه اقول قابلته امتى لازم تحديدا، عشان ده past simple. I met Ali in the year 2019. طب ما يعني اسهل نحط اجو في الاخر. 4 years ago. ايه مالها 4 years ago؟ اشتكت؟ ده زمن جديد بقى يعني. اه انا انتوا بتدوروا على الحاجة الصعبة مش عارفة ليه، يعني انتوا بتلفوا اللفة عشان تدوروا، يعني بتستكتروا على نفسكم ان الحاجة سهلة، مش فاهمة ليه. I met Ali 4 years ago. فين المشكلة؟ يلا تايم نمبر 8. تايم نعم. نمبر 8. Okay. Sama called her sister a moment ago. Sama called her sister just a moment. يا راجل هو الموضوع سهل كده؟ لا.
بقول لكم تخترعوا زمن جديد. طبعا يا مس، لازم نخترع يعني انا ما الكرييتيف. انا لو ما افتناش هنسيب مين يفتي يعني. يا مس، يا مس طبعا. يلا تمام، ركز في سمع. الزمن. just دي keyword بتاعت مين؟ بتاعت ال present perfect. يعني just سما علامة من كو علامات ال present perfect. هتبقى ايه بقى؟ مسك يا سما كولد. فين يا حبيبي، فين يا حبيبي فيرب تو هاف؟ مش ال present perfect verb to have ومعاه ال PP؟ هتنسوني grammar. اوكي، حديك تشرحيها يا مس. اشرح ايه؟ ها اشرح ايه؟ اللي هو السؤال يا مس. ما هو عايز الجملة اساسا past simple just، معنى ذلك ان هو عايز يحولها present perfect. حول الجملة ل present perfect. تمام. مستنياك. يا أستاذ تيم.